بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم. أهلا بك يا رحمة. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا أحمد. أهلا وسهلا بحضرتك. أبطال مصر. الله يخليك. أهلا بكم. أهلا بحضرتك. مشرفين ومنورين. نورك يا كابتن. عرفينا بقى عليكي كده يا رحمه. يلا بص الكاميرا كده وقولي لنا بقى. انا رحمه ياسم، بنت محافظه الشرقيه، مدينه ابو حماد، حاصله على بطولات محافظه وبطولات جمهوريه. بلعب اكتر من لعبه واكتر من تخصص. بلعب كاراتيه، دي لعبتي الاساسيه. لعبت جنبيها كيك بوكس وملاكمه وفنون قتال زي الفري فايت كده. انت عندك كام سنه رحمه؟ عندي 16. 16 سنة. بدأت من وانت عندك كام سنة؟ انا بدأت من سنة 5 ابتدائي، بدأت انمي الموهبة اللي عندي. وانت في 5 ابتدائي. تمام. احمد بقى عرفنا بقى بنفسك. يلا. انا احمد ممدوح سيد، مركز الشرقية، مركز مدينة ابو حماد. خدت اكتر يعني 3 بطولات، 2 مركز اول شرقية وواحدة تصفيات منتخب، وعندي 14 سنة. اهلا بيك يا اهلا. ابطال يفرحوا. جدا. 16 سنه و14 سنه. تمام. لو ما تلاقي بنت كده بتلعب بقى دفاع عن النفس وفنون قتاليه، دي حاجه جميله. ما هو ما فيش حد يعرف. هناخد منها معلومات. مفيش حد يكلمها خالص. انت بتكلمها يا احمد؟ بتكلم رحمه؟ نعم. بتكلم رحمه عادي يعني؟ طبيعي ولا بتخاف منها؟ لا عادي. وانت عندك كام سنه بقى يا احمد؟ 14 سنه. ايوه عندك كام؟ 14 سنه. انا امتى بقى يعني حبيت الرياضه والموهبه عندك، نميتها من وانت عندك يعني كام سنه؟ انا عندي 13 او 12 سنه. 12 يعني سنه. يعني في خلال سنتين. تمام. اخذت البطولات دي. شايفه بسم الله ما شاء الله يعني ميداليات جميله. وانت يا رحمه؟ الله يخليك. بدات الكيك بوكس ولا الكاراتيه؟ كلمينا على الاثنين. تمام. هو الكاراتيه انا اول رياضه بداتها. انت بتحبي ايه اكتر في الاثنين؟ هو انا لعبتي الاساسيه كاراتيه. يعني انت بتحبي الكاراتيه اكتر؟ تمام. انا في حاجه بتشدني على الجهه الشمال دي، مش عارف ليه. في حاجه عماله تشدني كده. هي الشيف طمنينا كده يا رشا. خلاص احنا بنقفل بقى صينيه المكرونه كده. ايوه تمام. بنوزع بس كده الحاجه كويس بقى. على ما اعتقد ان الاكل احسن من البطولات. ها. شويه كده شويه كده وشويه كده. هو اللي بيخلينا برضو ان نلعب كاراتيه. كده خلصنا دي، كده هنقفلها خلاص. نزل بقيه المكرونه. عايزين المشاهدين يشوفوا معانا. ممكن تجيبها على الشمال شويه بس كده. ايوه تمام. ايوه عشان تظهر كده في الكاميرا. ايوه كده حطينا المكرونه، هننزل بقى بقيه البشاميل. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. اهم حاجه بقى النازله دي بقى. بس الايد سخنت قوي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كده نغطيها كلها. تمام. يا جماعة برضه أنا حابب أنوه عن حاجة، إن فقرة شيف رشا تكون مستمرة معانا دايما في البرنامج. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. دلوقتي هنحط الجبنة وهنحطها بقى على الفرن. فرن وشواية، لأن هي كل حاجة فيها مستوية طبعا. نزل بس شوية جبنة كده مبشورة، أي نوع جبنة بقى. ممكن كمان نحط شوية موتزاريلا. تمام. دي رومي اللي معاكي؟ دي رومي مبشورة، وفي موتزاريلا برضه هنحط شوية كده، بتدي كده طعم جميل قوي وغني. نتكلم شوية مع ضيوفنا برضه الأبطال كده لحد ما صينيه المكرونه دي تجهز يعني. قولي لي بقى يا رحمه، شايفك كده جايب ميداليات وحاجات جميله، عرفيني بقى كده بالميداليات دي. تمام. هي انا معايا بطولات كاراتيه، ميداليات كاراتيه وميداليات كيك بوكس وفنون قتال وفري فايت. تمام. اهم البطولات اللي انت حصلت عليها يعني؟ اول بطوله في الكاراتيه كانت محافظه اسماعيليه. تمام. جبت فيها اول. تاني بطوله كانت على مستوى الحسنيه يعني شرقيه يعني. جبت فيها تاني. تمام. اما الكيك بوكس بقى الحمد لله. اول بطوله كان عندك كام سنه يا رحمه؟ اول بطوله كنت في سنه 6 ابتدائي، اول ما اتسجلت في الاتحاد الرسمي للكاراتيه.
تمام. اما الكيك بوكس بقى كملت مع مؤسسه اي اف اس، ودايما بدخل فيها وبكسب يعني الحمد لله. انت قدمت لنا بالجوائز الكتير دي، شايف كاس ده كان كاس مؤسسه اي اف اس، كنت معايا الفريق بتاعي والحمد لله حصلنا على الكاس. خدتوا افضل فريق يعني؟ اه افضل فريق. تمام. والدرع ده بقى؟ الدرع ده كان تاني بطوله تصفيات بتاعت الجمهوريه لمؤسسه اي اف اس، وحصلنا على الدرع. جميل جدا. طيب نروح لاحمد بقى، عرفنا بقى الميداليات اللي معاك دي ايه. انا اول ميداليه حصلت عليها كانت محافظه الشرقيه مركز اول. تمام. كانت بطوله كاراتيه ولا كيك بوكسنج؟ تمام. كانت طلعت بقى البطولات على مستوى الجمهوريه؟ لا لا ما حصلتش لسه يعني. تمام. احنا يعني تصفيات وكده. تمام. طب يا احمد انت تنصح الشباب اللي في سنك بقى ممارسه الرياضه وكده، حاسس ان في فرق يعني؟ اكيد في فرق، ان واحد بيمارس رياضه وواحد قاعد مثلا في البيت او كده، فدي يعني مش كويسه بالنسبه للقعده في البيت وكده. هي بتبعدك عن اي حاجه غلط طبعا يا دكتور، زي التدخين بقى والحاجات اللي هي هو التدخين اصلا مضر للصحه، المفروض ان الشخص الرياضي ما يشربش اي انواع من الدخان، او ما يقربش جنب اي حد بيدخن، لان اللي بيدخن هو ما بتاذيش، بتاذي قليل، اما اللي قاعد جنبه هو اللي بتاذي اكتر من اللي بيدخن. يعني انا بنصح اي شاب، اي شباب، بطلوا التدخين. دي رساله هامه على فكره من ده رساله مهمه جدا جميلة. بس هي هتنصح مين ولا مين؟ عايزين نعرف برضو سؤال مهم قوي بقى، يعني انت بيواجهك اي معاكسات كده ولا الناس بتخاف منك في الشارع؟ هو عامه في منطقتك كده يعني، في لا بره ماشي، لا هو بره منطقتي بيحصل يعني. بس احنا يعني المفروض اللي احنا خلاص بقى اتعودنا يعني. بس الرياضه بتديك الثقه في نفسك صح؟ هي الرياضه بتعلم حاجات كتير، بتدي الثقه في النفس، الاعتماد، ازاي انت في الماتش بتخططي، بتحطي الخطه عشان تعرفي تواجهي الخصم اللي قدامك. الخصم اللي قدامك ده بيبقى قريكي، بيبقى على الاثنين عارفين طريقه لعب، لازم الاثنين يغيروا طريقه اللعب، يا اما المباراه هتبقى تعادل. لازم انت تكوني حاطه خطه قبل ما تنزلي الماتش، مش ساعه الماتش نبدا نفكر هنلعب ازاي، لازم قبل الماتش ازاي نحط الخطه. تمام. نلعب على اتجاهات بتاعه الحلبه. تمام. ده بخصوص بقى المباريات بقى وخطط المباريات والحاجات لازم دي. لازم اي صح؟ مباراه واي رياضه، حتى الكوره لازم تكون ليها خطه. تمام. ما ينفعش انزل ماتش من غير ما احط بالتوفيق يا رحمه، نشوفك ان شاء الله بطله العالم. حابب بقى اسمع احمد بقى رساله اخيره كده في دقيقه، مين اكتر حد سندك، وحابب برضو تشكر مين يعني؟ انت وجه رساله بقى لوالدك لوالدتك، شوف مين اكتر حد سندك ووجه له رساله قبل ما مين اللي كان بيشجعك يعني؟ انا اكتر حد كان بيشجعني والدي ووالدتي طبعا، كانوا يعني بيدوني قبل كل ماتش ثقه في نفسي ان انا اشارك وكده. وطبعا صحابي برضو كانوا يعني حابين ان انا امشي في المجال ده. بس حصلت معايا مره قابلت واحد وكده يعني برضو من صحابي وكده، موقف قال لي ده تضيع وقت وكده. فيعني كان انا حابب الرياضه وكده، فما استسلمتش لكلامه وكملت. حابين برضو نسمع نفس الرساله من رحمه قبل ما ننهي، تشكري مين بقى؟ بص الكاميرا كده واشكري بقى. انا اشكر كابتن هيثم احمد، ده ليه فضل كبير بعد ربنا، هو اللي دايما بيسندني، داعم ليا في كل حاجه وما بيسيبنيش ابدا، واتمنى له التوفيق في كل حاجه. طبعا شرفتونا ونورتونا افضل زي الورد يا دكتور، ما شاء الله عليكم. بعد اذن حضرتك ممكن بس اوجه شكر للاثنين يعني فضل. طبعا الكابتن احمد شلبي. تمام. لانه هو اول حد بدات معاه، والكابتن رحمه هيثم طبعا يعني برده كان ليها فضل عليا كبير جدا، فبحب اشكرهم. تمام. الشكر وصل يعني. دكتور عايزين نطمن بقى على رشا كده. الشيف الجميله بتاعتنا دلوقتي حطينا المكرونه في الفرن. تمام. هنعمل بقى كوردون بلو، انا مجهزه طبعا، بس انا هعمل قطعه كده قدام الناس عشان نشوفوا ازاي الطريقه. تمام. دي قطعه بانيه بتبقى مفروده بالشكل ده. تمام. تمام. هو بتاع الفراخ بيبقى عارف يعني يفردها لنا كده، واحنا بقى بنغسله كويس ونحط عليه ملح وفلفل وزعتر. دي التتبيله بتاعته بتتبيل. بسيطه جدا. هنبدا بقى نحشيه. انا بحب هو قبلها بكام ساعه؟ لا على طول، ما بياخدش وقت. بس هو بعد ما بيخلص، بعد ما بنعمله ونحشيه بنسيبه شويه في الثلاجه حوالي ساعه مثلا. لازم يتساب حوالي ساعه. معانا انا بحب احشي بسطرمه، تدي طعم حلو قوي، وكمان جبنه موتزاريلا. طبعا في حاجات كتير ممكن، رومي مدخن ممكن، حاجات كتير.
تمام. بس هنلفه كده بالطريقه دي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسيطه خالص الطريقه، ما فيهاش اي صعوبه. عندنا دقيق، نحطه في الدقيق كده تعفيره خفيفه كده، وبعدين عندنا بيض ولبن وفلفل اسمر كده، وهننزله في البقسماط على طول اهو. هي بسيطه خالص ما فيهاش اي حاجه، اهم حاجه ندوس عليه كده ونضغط عليه واحنا بنحطه في البقسماط وفي التتبيله بتاعته عشان يمسك نفسه. وبيتحط في الثلاجه حوالي ساعه ساعتين، كل ما يتحط في الثلاجه يمسك نفسه اكتر وما يفكش منها في الزيت. واحنا عندنا اللي انا مجهزاه هحمره دلوقتي. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. ننزله كده. احنا معانا دقيقتين يا شيخ. تمام، احنا معانا طبق تاني ولا هو؟ انا كنت عايزه اعمل لكم حلو كنافه بالمانجا. لا، ما نخليها بقى الحلقه الجايه. طب تمام خلاص، خلينا كده هكمل بقى ده يعني خلص. احنا كده هنتغدى مش هنحلي، نصبر الثلاث اللي جايه عادي. تمام، بس كده هنحمر دوت وهنجهز بقى الدنيا. المكرونه كده جاهزه خلاص، المكرونه في الفرن عشان نعرضه عشان باقي معانا دقيقتين. رحمه حابه توجهي بقى رساله اخيره كده للبنات خصوصا. انا حابه اوجه رساله للبنات، اي بنت مش شرط يعني انت تمارسي رياضه، انت انزلي جيم حتى تلعبي. ازاي تعرفي ان الرياضه بتخليكي بنت نشيطه، مش عندك كسل، مش عندك خمول، بتنمي الذاكره جدا. يا بنات ما تستهتروش بالرياضه ارجوكوا، دي رساله مني انا، لان انا واجهت الرياضه، الرياضه غيرت حياتي تماما. بصي هي هتغيرك تماما، هتخليكي هتبدلك من شخص طبيعي لشخص مجتمع، هتعرفي تتعاملي مع مجتمع انوثي. شكرا، شكرا جزيلا. شكرا يا رحمة. شكرا يا احمد. نقل البني بقى عشان نطلع فصل. تمام تمام ماشي، هنطلع بالتقطير. اتفضلي قدمي التقرير. اعزائي المشاهدين، معاكم تقرير من السعوديه من المهندس احمد شاكر. هنطلع بالتقرير ونرجع لكم تاني. شكرا، شكرا جزيلا. اعزائنا المشاهدين، اهلا وسهلا بكم، رجعنا لكم تاني من خارج مصر. وحب اوجه التحيه للدكتوره منى خيري والساده الضيوف. معانا النهارده فقرات جديده ومتنوعه، تابعونا بعد الفصل. منذ أيام رحل عن عالمنا عالم كبير جدا وأديب وكاتب ورائد للرواية المصرية والعربية، وهو الدكتور نبيل فاروق. الدكتور نبيل فاروق عمل تحول كبير جدا في الرواية المصرية والعربية، رائد الرواية البوليسية والخيال العلمي، واللي ساب أثر كبير جدا في الوسط الفني والأدبي لما شكله الدكتور نبيل من علامة فارقة في تاريخ الرواية المصرية والعربية. ينضم إلينا الآن من الرياض الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ حاتم سلامة للحديث حول الدكتور نبيل فاروق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أننا يعني جميعا فوجئنا برحيل الدكتور نبيل فاروق رحمة الله عليه، الذي نستطيع أن نقول أنه علم هذا الجيل القراءة وأمتع هذا الجيل برواياته والمغامرات التي كانت تحكيها سطوره رحمة الله عليه. الدكتور نبيل يعني ترك بصماته لا شك في هذا الجيل، حيث علمنا الوعي، علمنا الخيال، أوجد فينا التشويق والمتعة. هناك ملامح يعني مهمة في حياة الدكتور نبيل رحمة الله عليه يجب أن احنا يعني نلتفت إليها أو نتوقف حيالها. رحمة الله عليه كان يعني أديبا وكاتبا بارعا وموهوبا، يعني لمس هذه الموهبة منذ باكر صغار، منذ أن كان في المرحلة الابتدائية، وكان والده يشجعه على القراءة والكتابة إلى أن وصل إلى المرحلة الإعدادية وبدأ يكتب أول قصصه، وتقدم في إحدى المسابقات ونال بعض الجوائز. كانت كل هذه العوامل
سواء كان تحفيز الوالد او نيله للجوائز، هي يعني مسار تحفيز وتشجيع جعله يواصل في ميدان الكتابه. حتى انه لما يعني تفوق دراسيا ودخل كليه الطب لم تثنه يعني او لم يثنه ذلك عن موهبته، ولذلك نعتبر الدكتور نبيل رحمه الله عليه من الادباء الذين لبوا نداء الموهبه على نداء المهنه او العمل، شانه شان كثير من الادباء الموهوبين الذين كانت لهم مهن تبتعد في مسارها وطريقها عن مهنه الادب. امتهن الدكتور نبيل رحمه الله عليه الكتابه وأبدع فيها وأخلص للكتابة فأخلصت له الكتابة. نعتبر الدكتور نبيل قدم مدرسة جديدة، فقد كان الشباب والمراهقين يقرؤون الأدب الكلاسيكي القديم، طه حسين وإحسان عبد القدوس وغيره أو غيرهما. إلا أن الدكتور نبيل رحمة الله عليه يعتبر هو رائد مدرسة التجديد أو الرؤية الجديدة أو الأدب الجديد الروائي الجديد في عالم الفانتازيا والخيال. الدكتور نبيل رحمة الله عليه لم يكن في رواياته بعيدا عن النسيج المجتمعي أو الحياة الاجتماعية أو العادات التي يعني نشأ فيها أو التي يعرض من خلالها رؤية رواياته، واهتم كذلك بمسألة القيم يعني والأخلاق. يعني مثلا حينما نتابع سلسلة رجل المستحيل وأدهم صبري نجد أن الراحل يعني كان يغرس أو يتعمد أو أن يلفت القراء أو يغرس في يعني عقول ووجدان الناشئة أو القراء مسألة القيم والأخلاق. فحينما مثلا نلاحظ أدهم صبري كان يتورع أن يقتل بريئا، لا يقع في الرذيلة، ينأى بنفسه عن شرب الخمر، كل هذه قيم وأخلاقيات حاول الراحل نبيل الفاروق أن يوجدها في سطوره ويوجدها في رواياته لتبعث روح القيم في الأجيال القادمة. كذلك أنا أعتبر روايات الدكتور نبيل كذلك علمت هذا الجيل معنى الوطنية، لأن كانت روايات بوليسية، روايات مخابراتية، كل روايات مثلا جاسوس سيناء، يعني كل هذه الروايات علمت أو أسهمت في أن توجد معاني الوطنية والانتماء للوطن والحرص على الوطن وحب الوطن لدى هذا الجيل. كذلك نلمس أن الدكتور نبيل يعني كان مجتهدا ويبحث وراء الفكرة، وهذا دعاه أن يصادق ويصاحب ضباط المخابرات، يعني كان على علاقة كثيرة بضباط المخابرات واطلع على كثير من الملفات، وحاول من خلال هذا كله أن يسعى وراء الأفكار النيرة والأفكار التي تحمل التشويق والمتعة ليقدمها للقراء. حقيقي يعني نحن نواسي أنفسنا ونواسي دنيا الكتابة وعالم الأدب برحيل هذا الروائي العظيم الذي تفخر به مصر والذي يفخر به العالم العربي كله، والذي يعد نسيجا وحده ويمثل في بلادنا العربية مثل ما كانت تمثل أجاثا كريستي في بريطانيا. فرحمة الله على الدكتور نبيل وجزاه الله عنا كل خير. شكرا أستاذ حاتم سلام على هذه المداخلة، والآن ننتقل إلى القاهرة مع المهندس أمير بحيري للحديث حول أسرار تعرض لأول مرة عن زيت الزيتون. تابعونا بعد الفصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا شكرا باشمهندس أحمد على الاستضافة الجميلة وعلى الكلام الجميل دوت، وألف مبروك على البرنامج وبالتوفيق دائما. النهاردة هتكلم مع حضرتك على موضوع شائك جدا في الأسرة المصرية دايما في الأيام الفترة الأخيرة جدا كام سنة الأخرى، على موضوع زيت الزيتون. أول حاجة هنتكلم عن إزاي أحصل على زيت الزيتون. إزاي أحصل عليه؟ يعني إزاي أجيبه منين؟ مش ما ينفعش تخش على طول على أي سوبر ماركت هو بتاخد إزازة وتمشي، ما ينفعش. هتجيب من واحد معرفة هتعصر حتى بنفسك، انك تجيب كمية صغيرة. بعد ما تجيب الكمية الصغيرة هتعمل عليها شوية اختبارات بنفسك تقدر بيها تعرف الزيت دوت خواصه
عاملة ازاي؟ خواصه كويسة جدا ولا خواصه فيها مش كويسة؟ لو انت هتجيب من السوبر ماركت ابتعد تماما عن الزجاجة اللي مكتوب عليها بيور او فاين او زيت مائدة، كل الكلام دوت غير صحيح غير مظبوط. ما ينفعش تبقى مكتوب عليها ان ده زيت مكرر، مش مكرر. الزيوت النباتية كلها الا وهي من وجهة نظري وجهة نظر العلماء هي زيوت شر. الزيوت ديت مكررة. زيت الزيتون غير مكرر، ما ينفعش نكتب عليه، ما ينفعش تبقى مكتوب مكرر. زيت الزيتون ما هو الا عصير فاكهة. عصير فاكهة، ما الزيتون فاكهة، فهو عصير فاكهة. بعد ما تجيبه مكتوب عليه زيت زيتون، افضل حاجة تجيبه مكتوب عليه اكسترا فيرجن. هتجيب منه عبوة صغيرة، او لو مش هتجيب من صغيرة هتجيب من اي حتة عبوة صغيرة، وتنفذ الخطوات الحسية، ثلاث خطوات هتعملهم دلوقتي، هنعملهم مع بعض بحيث ان تقدر تتأكد ان هو كويس ولا مش كويس. اول حاجة لما تيجي تبص عليه هو لونه مش مؤثر، ما تقدرش تقول لا ايه ده، ده لونه اصفر، ده لونه اخضر، ده لونه احمر، ده في الوان كتيرة جدا من الوان زيت الزيتون تقدر كلها ممكن تكون كويسة تبع للصنف الزيت الزيتون اللي اتعصر. طبعا الناس ليها خبرة جامدة جدا لدرجة ان كلمتهم بتعلو على التحليل من خبرتهم. الكوباية المفروض هم بيعملوها في كوباية بتبقى غامقة لونها ازرق، ولكن احنا هنا هو دي حضرتك بتجيب بتحط ايديك تحت كده وتغطي ايديك وتقعد تدعك كده لحد ما كأنك بتسخنها بشوية، تسخنها شوية علشان تطلع منها ريحة انت عايز من الاخر كده كأنها ايه تطلع ريحتها. هتعمل كده شوية شوية لحد ما تلاقي سخونية او تلاقي تسخن شوية، وتقوم فاتح كده وشامم. تشم، لازم تشم ريحة فاكهة اسمها رائحة الفاكهية. دي من خواص الزيت. يعني ايه ريحة الفاكهة؟ يعني ريحة زيتون، ريحة تفاح اخضر، ريحة فاكهة انت هتشمها، ما تكونش ريحة مقززة بالنسبة لك ولا ريحة زرنخة ولا كده. طيب دي اول خطوة. ايه الخطوة التانية؟ الخطوة التانية ان حضرتك هتدوق شوية صغيرين وتعمل في بقك، تلف الشوية دول في بقك. المفروض الشوية دول يجيبوا لك مرارة مقبولة، يعني ما تبقاش حاجة ايه ده ما تقدرش تستحملها ولا حاجة مسكرة اكيد يعني، لان هو زيت الزيتون، قلنا زيت الزيتون هو عصير فاكهة، ولكن الفاكهة الوحيدة اللي من غير سكر. سبحان الله، طبعا الاضرار بتاعت السكر كتير ايا كان، فهي ده هتلاقي مرارة مقبولة. دي الخطوة التانية. الحاجة التالتة اللي هناخد بالنا منها الا وهي شحطة في الزور. هنعمل ايه بعد ما ناخد الشوية دول؟ انا هعملها مرتين بس انت ممكن تعملها مرة واحدة، المرارة وبعد كده تبلعها. لما تبلع زيت الزيتون شوية صغيرين قد معلقة مثلا، هتعمل كده، هتعمل كده، هتحس اسمها شحطة في الزور. شحطة في الزور ده او حرقان في الزور ده، ده دليل انه اكسترا فيرجن او خواصه ممتازة. فالتلات حاجات دول بيغنوك عنك تعمل حتى التحليل. لو انت عملت التلات حاجات دول تأكد ان شاء الله بنسبة كبيرة جدا ان زيت الزيتون بتاع حضرتك دوت ممتاز. وده كان كل كلامي النهاردة عن زيت الزيتون. الكلام كتير جدا عن الشجرة نفسها وعن الزيتون نفسه، ويعني يكفي ان يقول ان اليابانيين قدروا عمر اكبر كائن حي على وجه الارض قالوا على شجرة الزيتون. فدي من بعض الابحاث. يا رب ما كنتش طولت عليك يا باشمهندس وعلى المستمعين، واشكركم جزيلا. وان شاء الله في حلقة جاية نتكلم تاني عن بعض الحاجات اللي تنفع المزارع في الافات، لو لينا حلقة تانية. ومتشكر جدا يا باشمهندس، شكرا جزيلا.
أعزائي المشاهدين، رجعنا لحضراتكم تاني بعد الفاصل. دكتورة منى، حلقتنا النهاردة دسمة وجميلة. جميلة بوجودك يا كابتن، وجميلة بالشيف رشا. شرفتنا ونورتنا النهاردة. حابينك بقى تقولي لنا كده إيه اللي حصل النهاردة بالظبط عشان ننهي كده. خلصت الكوردون اهوت، ودي صينية المكرونة النجرسكو. يا رب حاجتي تكون نالت إعجابكم، وأكون عند حسن ظنكم. بالهنا والشفا، وإن شاء الله هتقابل معاكم في حلقة جديدة وأكلة جديدة إن شاء الله.